مساء الخير عليكم في الصحافه. قراءه في صحف الجزائريه اليوم السبت نطلع على لاكتواليتي كي ايتي تريتي با لا بريس الجيريان السمانه اللي فاتت. لا بريس الجيريان سانتيغوج على مكان تواجد الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، وهذا اون ديبي دو ديرني كومونيكي لا بريزيدونس كي راسور سور لا سونتي دو بريزيدون واللي يقول ال سوري نيتمون اميليوري. دان اوت كوتي لي زافير دو كوربسيون كونتينيو، هذه المره لو مينيستر دو لا جوستيس هو اللي خرج من سون ميتيزم باش يهضر على لافير سوناتراك. نشوفوا مزيد من الأخبار السياسية. نستهل الفقرة السياسية باعتراف أبو جرى السلطاني رئيس سابق لحركة حمص بعد 10 سنين على رأسها. J'assume les erreurs commises, mais en une le quotidien Liberté nhar السبت. في خلال اختمام أعمال المؤتمر الخامس للحركة اللي تم فيه انتخاب عبد الرزاق مقري رئيسا لحركة مجتمع السلم، أبو جرى السلطاني صرح: Aujourd'hui, je dis que j'assume entièrement la responsabilité morale des erreurs commises ces 10 dernières années. الأفافاس يندد بتعرض رئيس كتلته البرلمانية للاحتداء، وهذا كقام الأمن بإجهاض محاولة أصحاب عقود ما قبل تشغيل الاحتجاج أمام البرلمان. نهار 2 جزائر نيوز نقلت بيان جبهة القوى الاشتراكية لأفافاس اللي يقول أن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أحمد بطاطاش كان حاضر خلال هذا الاحتجاج وتعرض للاعتداء بقوة من قبل قوات الأمن إلى جانب المحتجين. أين هو بوتفليقة؟ يومية الخبر نهار 4 سألت كمعظم الجزائريين على صمت السلطة حول صحة رئيس الجمهورية وكتبت: السلطة تداوي مرض الرئيس بالصمت. الصحفي شك في صحة بيان الرئاسة ليعلن أن الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة في تحسن ملحوظ وأنه سيقضي فترة عادية من الراحة. ويتساءل صحفي الخبر عن مكان تواجد الرئيس، خصوصا بعدما أفادت مصادر استشفائية من فالدوغراس أنه غادر المستشفى. في الجزائر البروفيسور بوغربال رئيس المركز الوطني للطب الرياضي صرح أنه لا يملك معلومات عن تطور صحته وأحال سائليه إلى الوزير الأول. المقال قال الإشاعات اللي منها تقول أن بوتفليقة راح لفرنسا ليس لسبب صحي وإنما كاحتجاج على ما يسميه الرئيس حسب الإشاعة دائما التعرض لعائلته بالسوء، وهذا نسبة للاتهامات الموجهة لأخيه سعيد بوتفليقة بشأن قضايا فساد. وفي نفس الموضوع يقول للخبر نور الدين بني سعد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الوضع الحالي يذكرني بفترة مرض الرئيس بواري بومدين. من جهته لو سواغ دالجيري رجع نهار 4 لي بروبو دو مينيست دو لا جوستيس محمد شرفي ا بروبو دو لافير سوناتراك، واللي يقول لونكيت سيتون ا دوتر بيي. Il y a des commissions rogatoires qui sont parties un peu partout en France, en Italie et dans d'autres pays, a indiqué le ministre. اليومية تذكر أن القضية تورط فيها عدد من المسؤولين على غرار شكيب خليل وزير سابق للطاقة والمناجم، رضا حمش، شوقي رحال وفريد بجاوي. عبد الرزاق مقري نشط لاسمان ديغنيغ ندوة صحفية أو طونك نوفو بريزيدون دو ام اس بي، الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلمي لانونسي لا كولور ديل ديبار، وقال لو ام اس بي حزب معارض. ورجع تانيك اونتخ اوتر لي ديغنيغ بروفوكاسيون ماروكان. نشوفو انسومبل لو سوجي دو بلقاسم شيحاوة. بالمقر الوطني لحركة مجتمع السلم نشط الدكتور عبد الرزاق مقري أول ندوة صحفية بعد توليه زمام الرئاسة. خلالها صرح أن الحركة خرجت من الحكومة في إطار نقاش ديمقراطي وهي الآن حزب معارض كما تقر وثيقة السياسة العامة، وريحة تشارك في الانتخابات بصفتها حزب سياسي جزائري وطني يهدف إلى إصلاح الأمة من خلال العمل السياسي. احنا الآن داخلين إلى مرحلة جديدة، أكيد هذه المرحلة ستتطلب وقت، مرحلة انتقالية حتى تتجسد الثقافة السياسية الأكاديمية المتعارف عليها في العالم بأن الذي في الحكومة يقوم بواجب وطني والذي في المعارضة يقوم بواجب وطني. نحن أستاذ عثمان سنجسد هذه الثقافة، سنعطي للمعارضة بعدها الوطني، سنحبب الناس للوطن من خلال موقع المعارضة، سنعلي من شأن الوطن من خلال موقع المعارضة، سنحفظ الوحدة الوطنية من خلال موقع المعارضة، سنقرب بين الجزائريين من خلال موقع المعارضة، سنؤمن المواطن الجزائري من خلال موقع المعارضة، سنفهم المسؤول في الدولة الجزائرية بأن الدولة دولتنا جميعا وأننا جميعا مطالبين في السلطة وفي المعارضة بأن نحفظ هذه الدولة وأن نحفظ هذا الوطن. هذه الثقافة حملناها على عاتقنا وسنجسدها، ونحن على يقين بأننا بإذن الله تعالى سننجح.
وما استبعدش الرجل الأول في حمص التقارب مع أطراف سياسية أخرى ما يسماهاش، غير أنه اشترط ذلك بوجود قواسم مشتركة بين الأحزاب، مشددا على أنه مستقبلا لن يكون تحالف أو مساندة إلا على غير هذا الأساس. وفردوا عن سؤال حول تعامله هو شخصيا مع منظمات غير حكومية أمريكية، أوضح قائلا أنه حمص متفتحة للجميع وتتعامل مع الجميع، وكما وضح أنه علاقة حمص بجماعة الإخوان المسلمين الأم ليست علاقة وصاية، بل علاقة كل الأحزاب اللي تنتمي لهذا التيار. نحن نتعامل مع هذه المنظمات لا من منطلق ديانة من هو فيها، ولكن نتعامل معهم من منطلق جنسية من هم فيها. يعني هؤلاء جنسيتهم أمريكية، لو كانت جنسيتهم إسرائيلية ما كان يمكن أن يدخلوا الجزائر على الإطلاق. وعلى المنشقين عن حمص قال أن هؤلاء الإخوة اختاروا طريقهم وهم أحرار، وهذا ما ضعفش الحركة. وقال ثاني أنه علاقته طيبة مع عمار غول رئيس حزب تاج، وكذلك مع عبد المجيد مناصرة. أما وجود وزير التجارة مصطفى بن بادة في الحكومة لا يمثل الحزب في شيء، ودعا المحكمة الانضباطية لأفرزها المؤتمر الخامس إلى فتح هذا الملف. وفي جوابه على سؤالنا وفي التصريح حصري لقناة نسمة الخضراء، انتقد مقري تصريح مسؤول حزب الاستقلال المغربي بخصوص الوحدة الترابية للجزائر، واعتبره معرقلا لبناء الاتحاد المغربي، وثمن بالمقابل تبرئة الحكومة المغربية لذمتها من ذلك. لابد أن أؤكد بأننا نحن ندين هذه التصريحات الاستفزازية، لأنها حقيقة تزيد يعني في توتر العلاقات، وكذلك تعقد يعني مسيرة بناء المغرب العربي. ونحن نعتبرها يعني بأنه تصريح معزول لا يعبر عن الموقف الرسمي للدولة المغربية الشقيقة. ونحن في الحقيقة أستطيع أن أقول بأننا حركة يمكن أن تؤدي دورا كبيرا في التقارب بين أقطار المغرب العربي. مؤخرا كثر الحديث عن ما إذا كان سبب مغادرة بوجرة طواعية أم بسبب ضغوطات، وفي هذه النقطة قياديي ومناضلي حمص جاوبونا قايلين: فضيلة الشيخ أبو جرة السلطاني هو ابن هذه الحركة التي تؤمن بالنضال في أي موقع كنت، وتؤمن بالتداول على السلطة، وما عمل هو إلا أن جسد هذه المبادئ وهذه التربية. الحقيقة أنه موقف لا يمكنه إلا أن يشرف رئيس الحركة الذي رأى بعد مرور يعني عهدتين من رئاسه للحركة، وهو يعني مجهوداته مشكورة في هذا الميدان، رأى أن يفسح المجال لبعض إخوانه. النقطة الثانية أنه أيضا تجسيد لمبدأ التداول على 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 السلطة. الشيخ أبو جرة السلطاني لم يكن أحد يملك أن يضغط عليه أو أن يفرض عليه رأيا، هو قام بموقفه بكل طواعية ودوره مشكور في الأجواء الإيجابية التي مر فيها المؤتمر. وفي الأخير يشوفوا ملاحظين أنه المؤتمر الخامس للحركة جرى في مناخ ديمقراطي كبير، واحترامهم لقرارات المؤسسات برهن استثناء على شفافية المشهد السياسي الوطني. الأسرة الإعلامية احتفلت لسمان ديغنياغ باليوم العالمي للصحافة لصدف 3 ماي من كل عام. في الجزائر المينيس لاكوميونيكاسيون قام بوقفة على أرواح صحفيين فيكتيم دو تيروريزم، كما أعلن لو 22 أكتوبر جورني ناسيونال دو لا بريس. نشوف مع بعض موضوع بالقاسم الشحاور. أهلا بكم. يحتفل الحقل الإعلامي في العالم باليوم العالمي بحرية التعبير، والجزائر أيضا في خضم هذا العالم تحتفل بهذا اليوم وتوليه اهتماما كبيرا لما له من تأثير، ومبادئه ترسخ الديمقراطية الحقة. ونتواجد الآن كما ترون بقصر الثقافة مفتي زكريا لننقل لكم أجواء الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير بالجزائر وما يكتنفه وما يحمله من مفاجآت. تابعونا. في مبادرة استحسنها الجميع، نظم وزير الاتصال محمد السعيد يوم الجمعة 3 ماي 2013 حفل استقبال على شرف الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. حضرات وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة والأجنبية وعدد كبير من الصحفيين من أجيال ووسائل متعددة.
قبل هذا قام وزير الاتصال بالترحم على أرواح الصحفيين المغتالين أثناء سنوات المأساة الوطنية، خلالها وضع إكلين من الزهور على النصب التذكاري اللي خلد ضحايا مهنة الصحافة اللي سقطوا برصاص الغدر خلال أعوام الإرهاب والدم، بحضور الأسرة الإعلامية الجزائرية وأفراد من عائلات الصحفيين المغتالين، وتم قراءة الفاتحة على أرواح هؤلاء الذين ذهبوا فداء للكلمة الصادقة والرأي الحر. إن هذه الجهود بدأها زملاءكم من الرعيد الأول، منهم من ما زال حيا يرزق يستحق التقدير والتكريم من الجيل الصاعد، ومنهم رحمة الله عليه من التحق بالرفيق الأعلى وله قبر يزار وآخر ليس له قبر يزار. هؤلاء جميعا كتبوا صفحات في تاريخ هذه المهنة النبيلة، سواء إبان ليل الاستعمار الطويل أو أثناء حرب التحرير المباركة أو غداة الاستقلال مباشرة. كما كان هذا اللقاء فرصة وضح فيها محمد السعيد أن العام الجاري حاليا للإسراع بإعداد بقية التشريعات المتعلقة بالسمع البصري والإشهار وصبر الآراء، وكذا تنصيب الهيئات المنوط بها ضبط قطاع الاتصال وبعث المجلس الأعلى لأخلاقيات وأداب المهنة وإعداد قانون الصحفيين والاهتمام بتكوينهم وصقل مهاراتهم. أجيال كثيرة تداولت على الحقل الإعلامي في الجزائر، وإن تختلف في أشياء كثيرة فإنها تتفق في تقليص هامش الحرية للصحفي وعدم توصيله إلى مصدر المعلومة. الآن الحرية هي مجال محدد في إطار قضية معينة ومسألة معينة، ولا تأخذ بعين الاعتبار المحيط العام، ويبدو للفرد أنه حر ولكنه ليس كذلك الآن. في السابق يبدو أنه غير حر، ولكن كانت لديه مجال الحرية، وكنا نكتب مثلا في الثمانينات بطريقة لا نبحث عن الحرية ولكن فيها حرية. في هذا اليوم يمكن أن يكون فرصة للتفكير في هذه المسألة. أنا من أهم سلبيات أو عوائق حرية الصحافة في الجزائر هو الوصول إلى مصادر المعلومة، خاصة الوصول إلى مصدر المعلومة الرسمية. كيف لنا أكان صحفيين جزائريين أو كمارسين القنوات الصحفية أن ننفي أو نؤكد خبرا في الجزائر حدث في الجزائر ونحن لا يمكننا الاتصال بمكلف بالإعلام في الوزارات يؤكد أو ينفي؟ فالشيء الوحيد الذي يبقى لنا هو أن نذهب إلى المصادر الرسمية. الحرية هذه معركة دائمة وفضاء واسع، في حاجة إلى أكثر من قناة الأكثر. أنا مثلا نجد عندنا مثلا قريب 100 جريدة، ولكن دائما كثير من الفئات تقول أنا مازال ما وجدتش نفسي في هذه الجريدة. كذلك الفضاء السمعي البصري. نحن كصحافة يعني خاصة يعني اللي هي مولود جديد في الجزائر، طيلة سنة من العمل حوالي سنة أو أكثر، يعني هناك حرية سطحية في الحقل الإعلامي في الجزائر. يعني بعض الأحيان نصطدم ببعض العراقيل، مثل أنه ما يخفلكش أنه في الجزائر هنا يعني إذا أردت أن تقوم مثلا بإنجاز عمل معين هناك يجب تصريح عند الجهات المسؤولة، وبالتالي يعني تطلب كثير من الوقت، الصحافي يتعطل حتى وإن تحصل على معلومات، من تحصل عليها معلومات سطحية. قولوا بأنه الإعلام في الجزائر قطع أشواط يعني كبيرة مقارنة مع ما كان سبق، لكن رغم أنه فيه بعض من ربما النقائص وبعض من الأشياء التي يمكن لها أن تتجاوز بتضافر جهود الجميع وبتضافر جهود المسؤولين وأيضا القائمين على القطاع وكذلك الصحفيين. وبهذه المناسبة هنأ وزير الاتصال كافة أسرة الإعلام بترسيم اليوم الوطني للصحفي من قبل رئيس الجمهورية، واللي رايحين نحتفلوا به في 22 أكتوبر من كل عام. هذا الأمر اللي خلى أهل القطاع يتفائلون خيرا. هذا الطائر مثله مثل الصحفي الذي يحلق في سماء الإعلام لينشر المعلومة بحقيقتها وبموضوعية في غياهب هذا العالم. فهل يمكننا تنفس الحرية؟ إلى ذلكم الحين أهدي زملائي عبق هذه الوردة بلقاسم شحاوة لقناة نسمة المغاربية من قصر الثقافة مفتي زكريا الجزائر.
إعطاء اللغة الأمازيغية أهميتها ورفض الأسماء الأمازيغية في الإدارة الجزائرية بوس لي زيتيون اون لونغ أمازيغ أ أورغانيزي اون مارش باسيفيك بروشينمون. توجور اون كابيلي الناس مازالهم سو لو شوك وهذا بعد اغتيال شاب في عمره 24 سنة. وما في سلك الصحة لو تون مونت بصح لا غريف كي ايتي لارجومون سوفي نا با ايتي سون كونسيكونس سور لا في دي مالاد. نشوفوا مزيد من أخبار في الفقرة الاجتماعية. طلبة اللغة الأمازيغية بجامعة تيزي وزو يحتجون في عيد الطالب. يومية الفجر خبرتنا نهار السبت أن طلبة معهد اللغة الأمازيغية بجامعة مولود مامغي بولاية تيزي وزو قرروا الخروج في 19 مايو المقبل في مسيرة سلمية، وهذا كرد فعل لصمت السلطات بعدما وجهوا رسالة لوزير التربية عبد اللطيف باب أحمد بخصوص رفض مدير التربية للولاية منح أي رخصة إعفاء بخصوص تدريس الأمازيغية خلال سنتين ماضيتين، كما راهم يدعو أيضا إلى إدراج الأمازيغية في الطور التحضيري وطرحوا أيضا قضية رفض الأسماء الأمازيغية. أما يومية الوطن رجعت نهار الأربعاء إلى قضية علي لاسوك الشاب تاع 24 سنة من بني دوالا بتيزي وزو اللي اختفى في 23 فيفري et dont le cadavre a été retrouvé jeudi 2 mai dans un puits dans la commune de Nasseria à Boumerdès. Ces assassins présumés, selon El Watan, ont été retrouvés le 3 mai à Nasseria. ونهار ثلاثة تنقل يوميا نمئة من وطنين تاع بومرداس وتيزي وزو خرجوا للشارع en signe de solidarité avec la famille de la victime. أما Algérie News رجعت la grève des blouses blanches وتقول bien que légitime le débrayage du corps médical a donné lieu à des situations inhumaines. Un SDF mort ignoré pendant une heure. ونهار الأربعاء le quotidien d'Oran وصف حالة مدينة غردايا qui l'a qualifié de ville morte. وتقول أن التجار غلقوا محلاتهم pour protester contre la recrudescence des pillages, destructions et incendies. وتقول une dizaine de personnes, dont des policiers, avaient été blessées lors des échauffourées entre jeunes des deux communautés malekites et ibadites. سبب هذه المشادات un problème du foncier et de construction illicite. وعلى الصعيد الاقتصادي لي كونسيكونس دو لاتاك دو ديكوندولين كومونس ا سو فار غوسونتيغ على الاقتصاد الجزائري. فالشركه البريطانيه بريتيش بيتروليوم راهي تمارس ضغوطات على سوناتراك. من جهه واحده اخرى ان سوبليمون ايبدومادير ايكونوميك الجيريان رجع لي ديسباريتي اون ماتيير دو سوان بين لي هو ريسبونسابل الجيريان اي لو ريست دي سيتويان. مزيد من الاخبار الاقتصاديه. بريتيش بتروليوم تحتجز غاز الجزائر عنوان يومية الخبر في صفحتها الاقتصادية نهار الأحد. فوصف مسؤول في شركة سوناتراك تأجيل الشركة البريطانية بريتيش بتروليوم مشروعيها في أكبر حقلي غاز بالجزائر بالخطير، وهذا نظرا لانعكاساته على موارد الجزائر من الغاز اللي رايحة تتقلص أبغتيغ لاني بروشان. هذا القرار اتخذ بسبب ما حدث في تيغنتورين، لكن هذا ما هو إلا درع علقته الشركة البريطانية. وقال مسؤول أن بريتيش بتروليوم راهي تمارس ضغوطات على سوناتراك بحجة مسألة الأمن بتيغنتورين، وهذا للعودة إلى مناقشة جديدة للتعديلات.